الفيلم نفسه مش بيقولوا لي انك انت نسخه طبق الاصل من والدك الكاتب الراحل احمد عبد الله، الكلام ده صحيح؟ شكلا وجسمانيا اعتقد اه طبعا. لا بابا كان طبعا من نجوم الحركه الطلابيه، انا عارف ده كويس، في السبعينات وليه كتابين من ابرز كتب العلوم السياسيه في مصر يعني. واكتر من كده طبعا بكتير التفاصيل يعني تطول، بس انا شبهه في حاجات، في انضباط، في التزام، في المواقف القويه، شخصيه يعني صريحه. على ما اذكر اظن لحظه وفاته انت كنت بتصوري وش جرامه محمد هنيدي. صح. تقبلت الخبر ازاي في اللحظه دي واستقبلتيه ازاي؟ اعتقد لا كانت سنه صعبه قوي عليا، وبيتهيالي ان انا جزء من الذاكره دي انا استحضرتها في مشهد الاختيار، لان انا بلغت خبر وفاته بنفس الطريقه اللي بلغت بيها في المسلسل، زي ما انجي المقدم جت بلغتني الخبر، او شخصيه ناديه صديقه ليا برضو هي اللي جت وبلغتني الخبر، فكان موضوع صعب قوي. لاي مدى انفصال والدك عن والدتك سبب جواكي جرح وشرخ؟ يعني وانت صغير بيحقق لك شوية أو بيسبب لك شوية من عدم الاستقرار، من عدم الثقة في الآخرين، من عدم الثقة في الحب، عدم الثقة في مؤسسة الزواج نفسها، وإحساسك بأنك مش شبعان من أبوك وأمك. بس لما بتكبر مع الوقت، خصوصا لأن والدي ووالدتي كان طلاقهم طلاق متحضر جدا، يعني كان في صداقة بينهم، كان في ود، وزوج والدتي اللي رباني برضو كانت علاقته بوالدي علاقة متحضرة جدا، فده ساعد كتير جدا واختصر عليا مشاعر قاتمة كتير قوي. فأعتقد أنه أنا محظوظة في الجانب ده، لكن بيديلك بقى نوع من الشجن، بيديلك نوع من الحنين. قال لك عملتي أغنية، كتبتي أغنية اسمها ما حصلش نصيب. صح. ايه ده دكتور كده انت بتقلب لي في المواجع كلها. كتبتيها ازاي الاغنيه دي؟ ملابساتها ايه؟ ما اعرفش، حسيت ان انا في يوم من الايام عايزه اكتب اغنيه اهداء لوالدي ووالدتي، عشان هم كانوا محترمين في انفصالهم، وشايفه ان ده النموذج اللي لازم يتنقل لكل العائلات اللي يعني ما بيحالفهاش الحظ قوي في الزواج، عشان مصلحه الاولاد، عشان اولادهم، وحبيت اكتب لهم اغنيه هديه. بتقولي كلماتها بتقول ايه؟ اقول قولي. انا بقالي كتير قوي ما غنيتهاش. ما حصلش نصيب بينا انا وانت، نسيب بيتنا ولا كان ترتيب منا نعيش عن بعض بعيد، كان بينا سنين عشرة دلوقتي بقت ذكرى، والناس لايمين دول مش فاهمين ده قدر ولازم يجرى، مش مهم دي فكرة مين، احنا مش عايزين نخسر روحنا، نبقى كده متفهمين ومصير الوقت يدوي جروحنا.